الحديث عن السياسة أخي عثمان، أيوه فأنا أقول بأنه لا يمكن الحديث عن السياسة ولا يمكن الخوض في السياسة بدون وجود أحزاب سياسية معارضة حقيقية. نعم لا يمكن الحديث عن السياسة في غياب قنوات إعلامية تتكلم عن حالة الشعب، تكون صوت الشعب. لا يمكن الحديث عن 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 السياسة وحرية التعبير مغيبة وحرية التعبير غائبة وحرية الإنسان مهضومة. ما يحدث في الجزائر هذه الأيام لا أراه سوى استمرار للحكم البوتفليقي، سوى استمرار للعهدة التي حكم فيها بوتفليقة الجزائر طيلة عقود من الزمن. أيوة. وأكبر دليل على 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 ذلك أن الشعب الجزائري بعد ثورة 22 فبراير 2019، بعد ثورته السلمية المباركة، أصبح يكرم اليوم بتعيين أشخاص كانوا مسؤولين في العهد البوتفليقي، أشخاص عرفوا بفترة عما فيها الفساد في دواليب السلطة. هؤلاء الأشخاص يعينون اليوم في مناصب المسؤولية، وبالتالي أقول بأن الشعب الجزائري يكرم نتيجة الثورة التي قام بها، يكرم بإعادة هؤلاء الوجوه إلى دواليب السلطة. لذلك لا يمكن الحديث عن تغيير ولا يمكن الحديث عن الجزائر الجديدة، لأن الجزائر الجديدة تبنى عندما تعطى الكلمة للشعب. الجزائر الجديدة تبنى عندما تعطى الحرية للشعب. الجزائر الجديدة تبنى عندما تتوقف آلة القمع وتتوقف آلة المتابعات القضائية. هنا يمكن الحديث عن الجزائر الجديدة، خاصة أن وزير العدل أستاذ محمد هلا إذا تذكر قال أنه الجزائر، المواطن الجزائري لا يثق في جهاز القضاء، في جهاز العدالة. إذا كان هذا الكلام صادر عن الوزير، فما بالك بالمواطن البسيط في ولاية خنشلة أو تندوف أو تمراسة أو منطقة أخرى. هذا الوزير قال هذا، أنه المواطن البسيط لا ثقة له بجهاز العدالة. إذا كانت عنده قضية فهو يرتعد، قد يجرم، قد يعاقب، قد يحرم من حقه، يهضم منه، فما بالك بالمواطن. فهذا الوزير قال هذا، صحيح محمد هل ولا لا؟ ونحن نعايش هذا يوميا أخي جمال. المواطن عندما يدخل إلى المحكمة أو إلى المجلس وكأنه يدخل إلى ثكنة عسكرية أو يدخل إلى كوميسارية، إلى 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 مركز الشرطة، سواء كان متهما أو ضحية، بل حتى الشاهد عندما يصله استدعاء من المحكمة يذهب وهو خائف وهو يرتعش، لأن جهاز العدالة للأسف بعيد كل البعد عن مبادئ الحياد ومبادئ الاستقلالية. وما نراه في جهاز العدالة، أهم مبدأ يقوم عليه جهاز العدالة هي مبدأ علنية الجلسة، أصبح علنية الجلسة من الأمور التي لا نراها في عملنا اليومي. أصبحت الجلسات مغلقة، أصبح القاضي يصدر حكمه وقعت الجلسات خالية من المواطنين. إذن بالتالي أقول بأن هذه السلطة تستعمل كذلك جهاز العدالة وهي باقية في سياستها القمعية التأسفية، وأنا لا أرى أي جديد في هذا المجال أخي أثمان.